يا مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من حلقات برنامج اخبار اون تايم. ان شاء الله تكون حلقة مميزة كالعادة. زي ما احنا متعودين معاكم هيكون لينا جولة في الساحة المحلية من خلال اخبارنا الخاصة، وكمان هيكون لينا جولة في اخبار كرة القدم العالمية واخر اخبار الالعاب الاخرى. كل ده تحت شعار واحد، شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وعاداتها وتقاليدها، حاجة واحدة بس بتجمعنا وهي الرياضة. وخلونا بقى كده نبتدي دلوقتي زي ما احنا متعودين مع ابرز العناوين. الليله الاهلي في مواجهه تاريخيه امام فلومينينسي البرازيلي تحت شعار معانقه المجد المونديالي. فيفا يعلن اطلاق بطوله قاريه جديده ويكشف مواعيد النسخه الاولى من مونديال الانديه بمشاركه 32 فريق. الزمالك يخوض مرانه الأول في أنجولا استعدادا لمواجهة ساجرادا. العالم يترقب قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وهنبدأ أخبار حلقتنا النهاردة من الأهلي اللي هيخوض مواجهة هامة وتاريخية من أجل معانقة المجد المونديالي لما هيلتقي مع فلومينينسي البرازيلي الساعة 8 مساء اليوم يوم الاثنين، والمباراة هتكون على استاد الجوهرة المشعة، والمباراة دي في نصف نهائي كأس العالم للأندية. بالتأكيد مواجهة صعبة لبطل أفريقيا، خاصة أن مواجهته مع أندية أمريكا اللاتينية بتشهد ندية قوية وإثارة، وطبعا ده لما تمتلكه فرق أمريكا الجنوبية وتحديدا الفريق البرازيلي والفرق البرازيلية من إمكانيات عالية جدا ومهارات فردية فائقة. يمكن فريق الأهلي استعد جيدا لمواجهة فلومينينسي البرازيلي من خلال دراسة الجهاز الفني للخصم جيدا ومشاهدة كده عدد من المباريات الأخيرة للفريق البرازيلي سواء في الدوري البرازيلي أو مباراتي النهائي في بطولة كوبا ليبرتادوريس، وكمان أكيد دي الفريق توج بلقبها وتأهل لخوض منافسات كأس العالم للأندية. كمان بقى عايزه اقول لكم ان النهارده الاهلي بيتسلح بمعنويات مرتفعه جدا بعد اكيد الفوز على اتحاد جده بثلاث اهداف لهدف في ربع نهائي البطوله، والمباراه دي كانت مساء الجمعه الماضيه. كمان حرص مسؤولو الاهلي على تحفيز اللاعبين من اجل تحقيق مستوى قوي جدا امام فريق فلومينينسي زي ما حصل في مباراه اتحاد جده الماضيه، وده اكيد من خلال صرف مكافئات خاصه للاعبين، وكمان حثوا اللاعبين على تقديم افضل مستوى فني والتسلح بالجماهير الحمراء اللي اكيد هتكون موجوده النهارده بكثافه في مدرجات ملعب الجوهره المشعه الليله، وده اكيد هيكونوا الجماهير موجودين علشان يساندوا الفريق ويساعدوه كده على تحقيق الانجاز المرتقب. وعلى بقى جانب اخر عايز اقول لكم ان استعد فريق فلومينينسي جيدا لمواجهه الاهلي من اجل تحقيق هدف الصعود الى طبعا المباراه النهائيه، وعشان يقدر ان هو يواجه الفائز من مانشستر سيتي الانجليزي واوراو الياباني في نصف النهائي الاخر لكاس العالم. واكيد وصل فلومينينسي الى السعوديه قبل موعد المباراه بوقت كافي من اجل التحضير لموقعه الليله بشده طبعا قويه. كمان بقى فريق الاهلي واجه الانديه البرازيليه في مناسبات عديده وكتير جدا يمكن كلها كانت بتشهد اثاره ونديه، وقبل مواجهه بقى الاهلي امام بطل البرازيل الليله اتقابل المارد الاحمر مع انديه البرازيل في خمس مواجهات قبل كده حقق فيها الاهلي الفوز في مباراه حسمها كمان بركلات الترجيح فيما تلقى الهزيمه في اربع لقاءات، وسجل لعيبه الاهلي ثلاث اهداف واطلقت شباك الاهلي تسع اهداف. لسه مكملين كلامنا مع اخبار الاهلي، وحذر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للاهلي الثلاثي للفريق طبعا محمود عبد المنعم كهربا امام عاشور وحسين الشحات، حذرهم قبل مواجهه فلومينينسي البرازيلي وطلب بضروره التحلي بالهدوء اثناء المباراه. بيخشى اكيد كولر من حصول اي لاعب من الثلاثي على بطاقه صفراء خلال مواجهه اليوم علشان ما يفقدش الفريق خدماتهم في المباراه المقبله. بيمتلك كل لاعب من الثلاثي بطاقه صفراء وحصلوا عليها خلال مواجهه الاتحاد السعودي في الدور ربع النهائي ببطوله كاس العالم للانديه المقامه حاليا في السعوديه. وفي حال حصول اي لاعب على بطاقه صفراء اخرى في مواجهه اليوم اكيد هيغيب اللاعب ده عن المواجهه الثانيه. اما بقى في نهائي كاس العالم للانديه او هيغيب في مباراه تحديد المركزين الثالث والرابع فمهم جدا ان يكون الثلاثي دول متواجدين في المباراه المقبله.
اختتم فريق فلومينينسي البرازيلي تدريباته امس استعدادا لمواجهه الاهلي في نصف نهائي كاس العالم للانديه، وكان كده في بعض التدريبات البدنيه للاعبين وكمان فقره تدريب خاصه لحراس المرمى. طبعا الفريق البرازيلي تاهل لمونديال الانديه بعد فوزه على بوكا جونيور 2-1 بعد الوقت الاضافي في نهائي كاس ليبرتادورس الشهر اللي فات، وادى لاعبو الفريق تدريباتهم الاخيره بكل جديه، خاصه كده ان هم كانوا متوقعين مواجهه الاتحاد السعودي، لكن هم شافوا قدرات لاعبي الاهلي والفوز بنتيجه 3-1، وبالتالي واضح جدا ان هم واخدين الامور بجديه لان هدفهم التاهل للنهائي ومحاوله الحصول على اللقب. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بشكلها الجديد هتقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025. وأكد الفيفا مشاركة 32 فريق في البطولة اللي هيبقى اسمها مونديال الأندية. شدد مسؤولو الفيفا أن مواعيد البطولة الجديدة هيكون فيها تنسيق كامل مع مواعيد المباريات الدولية عشان يقدروا كده يبقى فيه ضمان وجود فترة زمنية كافية بين المباريات النهائية وبداية الدوري المحلي. طبعا النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية بشكلها الحالي بتقام حاليا في المملكة العربية السعودية، وأكيد كل الفرق المتواجدة فيها بتسعى أنها تحقق إنجاز تاريخي في آخر نسخة من كأس العالم قبل طبعا تغيير نظام البطولة. وأكيد فريق مانشستر سيتي فاز بدوري أبطال أوروبا عاوز أنه هو يحسم اللقب للمرة الأولى ليه، لكن طبعا هيواجه الأول أوراوا رادز الياباني، وأكيد في كمان طموحات قوية جدا عند فلومينيسي البرازيلي اللي هيواجه طبعا النادي الأهلي النهاردة. كمان الفيفا أعلنت انطلاق بطولة جديدة هتتلعب سنويا اسمها كأس فيفا القارية للأندية، ودي هتكون عبارة عن هتكون عفوا بداية من عام 2024 بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز من الأدوار الإقصائية بين أبطال القارات. تعالوا بقى كده دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا هنا في أخبار أون تايم. برحب بمشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي بقى نروح معاكم لفقرة أخبارنا المحلية. فرصة ليك والتصويب والهدف جول، بعرضية الاستلام والهدف مش ممكن يصدها، يتألق يتألق عقوة الساحرة ولكن الاستلام يسردها، الاستلام هو كل الجمال، هو 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 مش مالو مميز. لسه بقول لحضراتكم مميز. نروح بقى للزمالك، والنهارده هياخد الفريق الاول مران ليه في انجولا بعد وصول البعثه خلال الساعات الماضيه. هياخد الزمالك اول تدريباته النهارده الساعه 4 في انجولا، وطبعا الاستعدادات دي لمواجهه ساجرادا في الجوله الرابعه لمباريات دور المجموعات لبطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه والمقرر ليها يوم الاربعاء. عايزه اقول لكم ان توجهت بعثه الفريق امس يوم الاحد الى انجولا بطياره خاصه وفرتها اداره القلعه البيضاء لتحقيق كافه سبل الراحه للاعبين وافراد البعثه بسبب طبعا طول مسافه السفر من القاهره الى انجولا. وهيحدد الجهاز الفني لفريق الزمالك طبعا برنامج خاص للاعبين لتفادي كده الاجهاد نظرا لطول الرحله، كمان بيضع معتمد جمال برنامج لتجهيز اللاعبين العائدين من الاصابات عشان يقدر ان هم يجهزهم على اكمل وجه قبل مواجهه ساجرادا الانجولي. بيرغب كابتن معتمد جمال المدير الفني للزمالك في تجهيز كافه اللاعبين حتى يصبح امامهم كده كافه الاختيارات وامامه هو كمان كافه الاختيارات اللي قد يلجا اليها خلال سير المباراه، والتعديل اكيد على الخطه الفنيه اللي هيبدا بيها اللقاء تحسبا لاي سيناريو قد يحدث طول ال 90 دقيقه. لسه مكملين مع اخبار الزمالك وملف بقى تدعيمات الفريق في حال نجاح الزمالك في فتح باب القيد. عرفنا ان مسؤولو الزمالك حددوا بديل لعمر كمال عبد الواحد لتدعيم مركز الظهير الايمن وهو هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري. نادي الزمالك يمكن حصل كده في وقت سابق وقبل قرار وقف القيد على توقيع هشام صلاح ظهير ايمن منتخب مصر ونادي الاتحاد السكندري من اجل تدعيم مركز الظهير الايمن.
ومن نادي الزمالك بقى نروح للمصري، وبيستأنف فريق المصري تدريباته اليوم داخل معسكره بالقاهرة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في اللقاء المقرر ليه بداية شهر يناير المقبل. وكان كمان كابتن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري قد قرر منح لاعبي الفريق راحة لمدة 3 أيام بعد الفوز على الزمالك بهدف نظيف في المباراة اللي جمعت الفريقين باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري. تقدم النادي المصري إلى المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 15 نقطة حصدها الفريق طبعا البورسعيدي بعد ما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات خسر 3 مواجهات اخرى، وسجل لعيبه المصري 10 اهداف واستقبلت شباكهم 13 هدف اخر. طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من جهازه المعاون وخاصه المسؤولين عن تحليل المنافسين تقارير فنيه عن المنتخبات الثلاثه اللي بتقع في مجموعه المنتخب ببطوله امم افريقيا، والمنتخبات دول هم موزمبيق وغانا والراس الاخضر. بيسعى فيتوريا لدراسه خصوم المنتخب بشكل جيد، وايمانا طبعا بان خريطه الكره في قاره افريقيا بتتغير ولم تعد هناك الفوارق الكبيره اللي كان بيتمتع بها بعض المنتخبات على حساب الاخرى طبعا في السابق. وهتكون اول مباراه رسميه لمنتخب مصر امام موزمبيق في كاس الامم الافريقيه، وهيستهدف اكيد فيها منتخب مصر بقياده البرتغالي روي فيتوريا العوده لمنصه التتويج بلقب كاس الامم الافريقيه بعد غياب 13 عام. واضافت كمان النجمه الثامنه الى دولاب بطولات الفراعنه عبر تاريخ البطوله. تعالوا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي فقراتنا هنا في اخبار اون تايم. دلوقتي وصلنا لاخر فقرات حلقتنا وهي فقره وان شوت. دلوقتي بقى جه معانا مع فقره وان شوت اللي بنركز فيها على اللقطات الايجابيه او اي خبر ايجابي موجود في الساحه الرياضيه. والنهارده بقى معانا لقطه اجتماع رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب مع قائد الفريق محمد الشناوي. اكيد لقطه مهمه جدا بتعكس الحب بين رئيس النادي وقائد الفريق وبتكون سبب في النتائج الايجابيه، وده اكيد اللي بنشوفه دايما في الملاعب حول العالم. صوره امبارح شفنا ان هي لقت اهتمام كبير جدا على السوشيال ميديا، وهي اكيد جلسه بين كابتن محمود الخطيب رئيس الاهلي مع محمد الشناوي قائد الفريق، وطبعا الجلسه دي كانت على هامش كده مران الفريق الاخير. في الحقيقه الصوره اتكلمت عن نفسها، شرحت كده ووصفت كل اللي دار في الجلسه بينهم. نقدر نقول اب اخ كبير وقدوه مع قائد كبير زي الشناوي للفريق. رسائل كتيره جدا ومعنويات عاليه جدا وصلها كابتن الخطيب للشناوي، واللي اكيد بدوره بيقوم بتوصيلها للاعبين خلال جلسته معاهم طبعا المستمره دايما، واللي بتحفزهم على التحقيق والانتصارات طبعا والفوز في كل المباريات المهمه. بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامج اخبار اون تايم. يا رب نكون اوفيناكم بكل ما هو جديد على الساحه المحليه والعالميه. اشوفكم بخير والى اللقاء.